انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع بالتصدي للشائعات وإبراز الحقائق، أطلقت جامعة شقراء حملة للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار وقاية. تطلق جامعة شقراء ممثلة بكليتي الطب بالدوادمي وشقراء وبالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر هذه الحملة التوعوية بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا تحت شعار وقاية، وتهدف هذه الحملة على التوعية بأهمية هذه اللقاحات، طمأنة المجتمع على كفاءة هذه اللقاحات، ردع الشائعات حول هذه اللقاحات، تحفيز الفئات المختلفة من المجتمع على تحميل تطبيق صحتي وأخذ اللقاح. حيث تستمر هذه الحملة على مدى 6 أيام في المجمعات والمراكز التجارية بمحافظة شقراء والدوادمي. سعيد بمشاركتي أنا وزملائي الطلاب في حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المقامة تحت شعار وقاية، وما جاءت هذه المشاركة إلا وعيا منا بأهميتنا كأفراد فاعلين في توضيح الصورة الكبرى للمجتمع، وكوننا حلقة وصل بين المجتمع الصحي والمجتمع العام لتوضيح أهمية اللقاحات وتوضيح أهمية الوصول إلى المناعة المجتمعية وتوضيح بعض الشائعات والرد عليها. تأتي هذه الأنشطة التوعوية استكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للتوعية بأهمية تلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله. يوسف الحميد، الأخبارية، الدوادمي.